حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى في برنامج قهوة الصباح وفقرة مع الشرطة، هذه الفقرة التي نطلع عليكم من خلالها كل يوم ثلاثاء بمواضيع شرطية متجددة ومتنوعة، نحاول أن نصل من خلالها برسائل التوعية للمجتمع بكافة أطيافه، وأيضا ننقل لكم أهم أخبار شرطة عمان السلطانية من خلال هذه المساحة، أخبار الشرطة التي تلامس المجتمع بشكل عام. موضوعنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام إن شاء الله تعالى راح نتحدث من خلاله عن فعاليات ومناشط أسبوع المرور الخليجي الموحد والذي يأتي هذا العام في دورته الثالثة والثلاثين ويحمل شعار حياتك أمانة. إحنا معانا تقرير، بعد هذا التقرير راجعين ونتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، خليكم معنا. حياتك أمانة. احتفلت شرطة عمان السلطانية مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المرور الخليجي الموحد. الشعار يهدف إلى نشر الوعي والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق والتقيد بالأنظمة والقواعد المرورية الصحيحة، ويحمل في طياته رسالة هامة للحفاظ على حياتنا فهي أمانة بين أيدينا. شعار حياتك أمانة، وهذا الشعار له مدلولات كبيرة فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على النفس، وأيضا تعطي مدلول واضح وهام لجميع مستخدمي الطريق سواء سائق المركبة أو الراكب أو مستخدم الطريق بأهمية التقيد بقواعد وأنظمة المرور لتكتب لهم السلامة في حلهم وترحالهم. الحمد لله للسنة الرابعة على التوالي نشهد انخفاض في عدد الحوادث والإصابات والوفيات، ودائما نقول لمستخدمي الطريق شكرا على تقيدكم بقواعد وأنظمة المرور. وبهذه المناسبة تم الاحتفال في العديد من المواقع بمناشط وفعاليات أسبوع المرور بمشاركة الوفود الخليجية في هذه المناسبة، حيث تم في مركز مسقط سيتي سنتر بالسيب افتتاح المعرض المروري الذي يتكون من أقسام وأركان متعددة تضم عرض أجهزة ضبط السرعة ودورها في الحد من الحوادث المرورية والجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور للحد من الحوادث والإحصائيات الحوادث المرورية والتعرف بدور معهد السلامة المرورية وقافلة التوعية المرورية. أهمية أسبوع المرور نشر الثقافة المرورية بين مستخدمي الطريق وضبط الطريق والتقليل من الحوادث والوفيات، وإن شاء الله بالفعل يعني جهود شرطة عمان السلطانية لاحظناها أن في انخفاض كبير بالنسبة للوفيات خلال العوام السابقة. نزوم الحد بسرعة لدي وطاعة رسمية تكون الناس والعالم جهاد حرب، وإحنا وين ضحايا كما تم بمسقط جيران مول افتتاح معرض مروري يحتوي أجهزة المحاكاة المستخدمة في معهد السلامة المرورية ونظام التجديد الإلكتروني وركن تقام فيه مسابقة السلامة المرورية. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، حياكم الله. ومثل ما بدأنا راح يكون موضوع حديثنا إن شاء الله تعالى اليوم عن فعاليات ومناشط أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار حياتك أمانة. أكيد أنه لهذا الشعار مدلولات ومفاهيم معينة إحنا راح نتعرف عليها من خلال ضيفنا العزيز علينا المقدم عبد الله بن حمد الحسني مدير العمليات بالإدارة العامة للمرور. نرحب فيك، حياك الله. أهلا وسهلا فيك نقيب حمد. يا مرحبا، أهلا فيكم، حياكم الله، يسعدنا المشاركة معكم في هذا البرنامج. حياك الله، حياك الله. أكيد إنه يعني فعاليات ومناشط أسبوع المرور و تغطيتكم لكافة فعاليات هذه الفترة التي بدأت يوم الأحد الماضي واعتقد مستمرين لحد يوم الخميس إن شاء الله. الخميس إن شاء الله. مدلول والأهداف المرجوة من هذا الشعار إذا ما تحدثنا في البداية عن أهمية هذا الشعار الذي أطلق هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة طبعا أولا أسبوع المرور هو طبعا عبارة عن برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات وأيضا المعارض والمحاضرات ذات الصلة بالسلامة المرورية، وهناك أيضا المسابقات فقرات ترفيهية يعني ذات طابع توعوي مروري
يتم الحقيقة أيضا من خلال ذلك التركيز على أهم مسببات الحوادث المرورية الجسيمة التي ينتج عنها أيضا وفيات وإصابات، وذلك من خلال طبعا توعية المجتمع بكافة مؤسساته وكافة شرائح المجتمع وكافة أيضا يعني مستخدمي الطريق فيما يتعلق باطلاعهم على كل ما هو من شأنه الحد والتقليل من الحوادث المرورية التي تودي بحياتهم. شعار أسبوع المرور هذا العام يأتي بعنوان حياتك أمانة، تأكيدا على أهمية واهتمام الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون على أهمية الحياة البشرية والنفس البشرية والحفاظ على النفس البشرية. الحقيقة يعني نجد أن هناك السلوكيات خاطئة تصدر من الـ من 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 الـ بعض من سائقي المركبات، كمثلا نجد على سبيل المثال السياقة بسرعة مفرطة، وأيضا التجاوز الخطر في أماكن خطرة وتجاوز الخطر بين المركبات، أيضا استخدام الهاتف النقال في الاتصال وفي كتابة واستقبال الرسائل. هذه هي مسببات رئيسية للحوادث المرورية الجسيمة التي ينتج عنها وفيات. من خلال هذا الشعار نريد أن نسلط الضوء لكافة مستخدمي الطريق بضرورة التقيد بأنظمة وقواعد المرور. جميل جدا، أكيد الشعار هذا راح يصل برسالته توعوية إلى قيادات معينة إن شاء الله تعالى. يعني إحنا إذا ما تحدثنا عن يعني مشاركة السلطنة في هذه الفعاليات، مشاركة السلطنة شقيقاتها دول مجلس التعاون في فعاليات ومناشط أسبوع المرور، نتحدث عن أبرز الفعاليات والمناشط المقامة على أرض السلطنة. نعم جيد. طبعا يعني يسبق أسبوع المرور في كل عام هناك تحضير وفي اجتماعات تم وتنسيق من عن طريق الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مع كافة الإدارات العامة للمرور بدول المجلس. يتم من خلال هذه الاجتماعات التحضير لإعداد برامج التوعية وأيضا اختيار أسبوع المرور واختيار البرامج اختيار الشعار أسبوع المرور وتاريخ أسبوع المرور. أيضا يتم طبعا اختيار البرامج التوعية بما يتوافق مع الشعار أسبوع المرور، وشعار أسبوع المرور يأتي أيضا ليعالج بعض الظواهر وبعض المشكلات العصرية التي الحديثة التي تطرأ، ويتم الحقيقة بشكل مستمر متابعة ورصد كافة المسببات الحوادث، ويتم على ضوء هذا تحديد شعار لأسبوع المرور. طبعا السلطنة يعني باعتبارها كدول مجلس التعاون بقية دول مجلس التعاون يعني تنطلق فعالية أسبوع المرور في يوم واحد في كافة دول مجلس التعاون. الفعاليات والأنشطة والبرامج والمعارض قد تكون متشابهة بين دول المجلس. معنا في السلطنة هنا طبعا تم في يوم الأحد اللي هو يتوافق مع انطلاق فعالية أسبوع المرور افتتاح المعرض المروري في مركز المدينة في السيب، وهذا خلال الفترة الصباحية الساعة 9:00 والساعة 10:00 عفوا. وأيضا يوم الأحد نفس الشيء تم افتتاح أيضا المعرض المروري في المساء نعم الساعة 7:00 في المركز التجاري جراند مول مسقط. وهذه المعارض طبعا تستهدف رواد هذه المعارض من حيث تقديم برامج توعوية متنوعة الحقيقة تستهدف أيضا كافة الأعمار وكافة الشرائح الذين هم يرتادوا هذه المجمعات التجارية. وتم طبعا اختيار المجمعات التجارية كمواقع لهذه المعارض بحكم أنه أكبر عدد يعني لمرتادي الزوار يعني لهذه المعارض، وبالتالي هنا يعني نقصد منه يعني عموم الفائدة. نعم. لكافة شرائح المجتمع بحيث أنهم يطلعوا على هذه البرامج والمتنوعة التي يظهر بها المعرض من حيث المطبوعات والكتيبات وأيضا الفقرات والمسابقات وغيرها. يعني جميل جدا فعلا وجود هذه المعارض في أماكن التسوق، أماكن اللي بيرتاد الناس خاصة يعني زوار المراكز هذه متكررين. هل يعني أنه هناك تم من خلال وجود هذه المعارض في هذه الأماكن
يعني زوايا معينة. إحنا يعني اليوم حقيقة التركيز أصبح مهم جدا على النشأ، على الأطفال. نعم. هل من خلال وجود هذه يعني المعارض هناك زوايا خاصة؟ نعم. بالطفل؟ نعم كثير طبعا في زوايا خاصة، وهذا سؤال جيد ممتاز الحقيقة. كثير المعارض يعني تستهدف هذه الفئات العمرية، وهناك أيضا فقرات ومسابقات ترفيهية للأطفال، في كتيبات ومنشورات توعوية، يعني مثلا في رسم وفي تلوين، وفي أيضا كيفية التعرف على الشواخص المرورية، أماكن عبور المشاه، الأماكن اللي يمنع فيها العبور، الأماكن الخطرة، الأماكن التي يمنع فيها اللعب على مقربة من الطريق، أيضا كيفية الصعود للحافلات المدارس، كيفية النزول من حافلات المدارس، كيفية الجلوس على المقاعد في الحافلات، عدم التدافع، وهكذا. يعني تعليمات هي تستهدف أيضا وتغرس الثقافة المرورية وتأصل الثقافة المرورية في نفوس هؤلاء الأطفال. وإحنا أيضا الحقيقة نود أن في هذا الجانب يعني أن يعني نشيد بدور المجتمع بكافة مؤسسات الحقيقة فيما يتعلق أيضا بالجهود المبذولة من الجميع الحقيقة، والتي تساند أيضا الجهود التي تقوم بها الشرطة، والتي أثمرت في النهاية إلى أن حققنا نتائج طيبة الحمد لله خلال العام الماضي 2016 فيما يتعلق بانخفاض الحوادث ونتائجها. نعم. يعني أيضا أتصور أن هناك يعني تزامن مع هذه يعني أسبوع المرور، هناك مجموعة من الفعاليات بتتابع أكيد المناشط والفعاليات المقامة على مختلف محافظات. نعم. السلطنة. نعم. في الحقيقة هناك أيضا هذه المعارض المرورية أنا أتحدث عنها اللي هي بتكون في محافظة مسقط فقط. نعم. لكن في الحقيقة هناك أيضا معارض مرورية في كافة الولايات وكافة المحافظات، في المراكز التجارية مثل مراكز اللولو مثلا، يعني المجمعات التجارية الكبيرة توجد أيضا معارض، ويعني تكاد تكون متقاربة من حيث تقديم التوعية وبرامج التوعية المتنوعة، وتستهدف المعارض أيضا تقام في هناك ورش وفي ندوات، وفي الحقيقة أيضا نقاط تقوم بها الشرطة ودوريات الشرطة على الطرق، أيضا يتم من خلالها أيضا توزيع المطويات والكتيبات على أيضا سائقي المركبات ومستخدمي الطريق. في هناك أيضا أمسية مرورية، مثل يعني اليوم إن شاء الله رايح يكون هناك، تكون هناك أمسية مرورية في جامعة السلطان قابوس. ونجد أيضا أنه هناك أيضا بجانب هذه المعارض والأمسية وتوزيع الكتيبات، أيضا هناك في أيضا يعني تقوم الشرطة بجهود فيما يتعلق بإلقاء المحاضرات في كافة المؤسسات ذات القطاعين الحكومي أو العام والخاص، وأيضا في المدارس والكليات والجامعات. تستهدف أيضا حتى يعني مثلا الطلبة، وأيضا في النوادي والمدارس بكافة أنواعها أيضا، بحيث أن احنا نحاول قدر الإمكان الحقيقة أنه نبث أكبر قدر من البرامج التوعوية والثقافية خلال هذا الأسبوع. هناك أيضا يعني برامج أو حسابات التواصل الاجتماعي اللي تتم أيضا عن طريق الإدارة العامة للمرور، وهناك الحمد لله فيما تقريبا 450 ألف يعني من زوار هذه المتابعين لهذه الحسابات، يتم من خلال هذه الحسابات أيضا بث التوعية المرورية، وأيضا إشعار مستخدمي الطريق عما إذا كان هناك، أيضا تكون في هناك رسائل تبعث عما إذا كان هناك مثلا في ازدحام مروري، أو يكون هناك مثلا غلق للطريق، أو يكون مثلا هناك توقف. نعم. في حركة المرور، أو في حادث لا قدر الله، يستفاد من هذه المواقع، يستفاد من هذه المواقع. نعم. أيضا حتى أيضا مستخدمي الطريق ما يقع في ازدحام وكذا، وبالتالي يؤدي هذا إلى تأخيره وتذمره أيضا. نعم. جراء هذا. نعم. الازدحام. نعم. أكيد أنه هذه الفعاليات أيضا مستمرة في مختلف محافظات السلطنة. نعم. وأكيد أنه في محافظة الظاهرة أيضا هناك مجموعة من الفعاليات والمناشط التي قامت بها قيادة شرطة محافظة الظاهرة، وإحنا سعداء في هذه الفترة أن يكون معنا المقدم ثني الهناي، مساعد ضابط مركز شرطة عبري. إذا بتسمعنا المقدم ثني، نرحب فيك، حياك الله. اهلا وسهلا نقيب حمد يا اخي، صباحكم الله بالخير اخواننا الاعزاء. صباحك الله بالخير، وسعداء بتواجد معنا عبر هذا الاتصال، واحنا حقيقه يعني متابعين
ما تقوم به قيادة شرطة محافظة الظفار ودورها الحيوي في تفعيل مناشط وفعاليات أسبوع المرور. بغينا تقرب لنا الصورة وتوضح لنا الصورة المقدمة ثني عن ما يتم قيادة شرطة محافظة الظاهرة. بغينا تقرب لنا الصورة عن ما يتم من فعاليات ومناشط في قيادة شرطة محافظة الظاهرة. أهلا وسهلا نقيب محمد. إحنا حقيقة والله الحمد يعني من يوم الأحد 12 مارس صباحا بدأنا بعدد من المناشط منها نقاط التوعوية المرورية وأيضا كذلك المحاضرات في المدارس والكليات. يوم أمس كان عندنا أيضا افتتاح المعرض المروري وحقيقة ما شاهدناه هو مشاركة الجميع فئات المجتمع المدني المؤسسات الحكومية المؤسسات الخاصة حتى على مستوى الأفراد. أيضا ما لاحظنا أن هناك في ابتكارات حقيقة من بعض المشاركين وهذا ما يفرق يعني صدورنا ويفرق صدور الجميع لأن هناك في رغبة جادة من الجميع للاهتمام بسلامة الإنسان. نعم. أيضا عندنا عدد من المناشط مستمرين فيها اليوم أيضا كذلك محاضرات نستكمل بقية المحاضرات اليوم بكرة إلى يوم الخميس إن شاء الله تعالى. مستهدفين أيضا نفس الشيء الأندية جمعيات المرأة. أيضا عندنا في محاضرات دينية اليوم موجودة في الجوامع تقام كذلك. كيف وجدتم يعني التفاعل المجتمع ما تقدموه من فعاليات وبناشط وبرامج خلال هذا الأسبوع؟ والله هناك تجد تفاعل حقيقة يعني نشكر المشاركين والجمهور الكريم يعني في تفاعل جاد وهذا ما 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 شفته يعني يفرق صدور الجميع يعني لما تحصل المشاركة الجادة من المتلقين يعني تحس إني فعلا الناس يعني لديها الحمد لله والشكر الوعي التام بأهمية سلامة الإنسان. نعم. احنا نتمنى لكم التوفيق المقدم ثني مساعد المقدم ثني الهناي مساعد ضابط مركز شرطة عبري. شكرا على تواجدك معنا ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في بقية الايام ان شاء الله تعالى. شكرا مقدم ثني ونعود لك المقدم عبد الله. وفي اخر حديثنا اذا ما تحدثنا عن نقطة مهمة جدا يعني الواقع المروري الحالي وايضا اذا ما هناك قراءة معينة بنسبة 45%، وهذا الحقيقة مؤشر يعني يبشر بالخير. نأمل أن تستمر يعني يستمر هذا الانخفاض للعام الحالي 2017، ونحن لا شك أن مستمرين ومتواصلين يعني في تكثيف البرامج التوعية المرورية بكافة أنواعها. الآن نقدر نقول أنه وجدنا أنه البرامج التوعوية الإلكترونية يعني يوجد لها تفاعل كبير من قبل الحقيقة المتابعين، وبدأنا الحقيقة عن طريق هذه المواقع في بث رسائل توعوية وأيضا التحذيرية وأيضا اطلاع يعني مستخدمي الطريق وأيضا فئات المجتمع عما نراه ذو أهمية في اطلاعهم عليه من ويحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بال يعني الحد من حوادث المرور. إن شاء الله تعالى تصل هذه الرسالة المقدمة عبد الله إلى كافة شرائح المجتمع، وإن شاء الله تعالى تظل هكذا حياة الناس أمانة والكل بيتعاون في هذا الجانب لترسيخ والاهتمام أيضا بقواعد وأنظمة المرور. إحنا شاكرين تواجدك معنا المقدم عبد الله بن حمد الحسني مدير عمليات المرور بالإدارة العامة للمرور. شكرا لكم، نتمنى السلام.
السلامة للجميع، والله يحفظ الجميع من شر الطريق. شكرا سيد حسن، بارك الله فيك. مشاهدينا، هكذا نأتي إلى ختام فقرتنا مع الشرطة. أكيد أنه مجموعة من الفقرات المتميزة مع الإخوة سيف وحوراء، خليكم معهم.